وعبد القادوري هو اللاعب الذي، وكرة سليمة جميلة وكرة خطيرة لمنتخب لي، ولكن لاحظوا الله على تمريرة حقيقة طارق التايب. طارق التايب نظرة خلف الكل ويضع الكرة في المكان المناسب لنادر كارا. عبا نادر كارا، طارق التايب الفنان الليبي الله يرسلها في مكان طارق التايب، واحدة من البطولة الافريقية 25. كرة الرملي في الجهة الاخرى بالكعب كالعادة من الانيق طارق التايب، والكرة متاحة الان لطارق التايب، دائما يبحث عن الاثارة ودائما يبحث عن المتعة، وهو الان في فاصل. الله جميلة بالفعل ملعوبة، والكرة ليبية جميلة في اللحظات الماضية تذهب في الجهة اليمنى، يتقدم من خلالها وليد عثمان ومحاولة ان تكون عرضية متاحة. والله في شبه من مارادونا حتى.